بتلاقي نهله، بتلاقي هي مش اي حد يغيرها. بص يا كابتن، هرجع لحضرتك في حته الموضوع ده، بس احنا الحقيقه معانا تليفون مهم جدا ومحتاجين يعني نتواصل معاه. معانا المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا بيك، ازيك يا هيثم؟ ايه اخبارك؟ كابتن وائل العيدي والكابتن احمد ثابت بيمسوا على حضرتك. اهلا وسهلا بيهم، ازيكم؟ ازيك يا باشمهندس؟ ويعني طبعا بطوله مهمه، بطوله في يعني في اول ولايه عهدك طبعا بالاتحاد بعد كاس العالم. اكيد حضرتك شايف النجاح التنظيمي ده اضافه ليك كاتحاد ولا لا يا باشمهندس؟ طبعا طبعا، لان اي بطوله احنا بننظمها، احنا طبعا انت عارف المصريين بقى دلوقتي احنا اتحاد الكره الطايره خبراء في التنظيم، ولكن كل بطوله بننظمها بتضيف لنا حاجات جديده. فالبطوله العربيه دي كمان للانديه دي ثاني مره ننظمها في مصر. وثماني اسمع حضرتك. طبعا ده بالعكس، انا عايز اسمع كل كلمه من حضرتك. سامع حضرتك ومركز كويس جدا. طيب تاني مره ننظمها في مصر الانديه العربيه، وده انا شايف انه ده نجاح كبير للرياضه النسائيه في الوطن العربي. واتمنى بس ان احنا المره الجايه كده ان شاء الله، السنه الجايه يبقى في فرق اكبر، بغض النظر اذا كانت مصر هتنظمها او اي دول تانيه، لانه كل ما بالعدد الفرق بتزيد كل ما المنافسه بتزيد. طب حضرتك تقييمك للمستوى الفني، يمكن الفرق عددها 5 فرق، ولكن المستوى الفني للبطوله تقييم حضرتك ايه ليه يا باشمهندس؟ طبعا انا شايف المستوى زي ما انت شايف، يعني شفته واكيد كلنا اتفرجنا، انا شايف مستوى هايل مع الاهلي، صفاقس التونسي، الجزائري، وسبورتنج، يعني الـ4 فرق دول عاملين مستوى حلو يعني. صحيح. طب باشمهندس يعني انا عايز اتكلم شويه على نادي سبورتنج، يعني الحقيقه مشاركته كانت مفاجاه لينا، الاداء اللي اداه النهارده كمان بغياب لعيبه مهمه زي مي محمد وبيأدوا الاداء ده، يعني شايف سبورتنج ممكن يكون اضافه للكره الطائره النسائيه في مصر ولا لا؟ طبعا طبعا. كل بص زي ما انا كنت معاك في البرنامج بقول ايه، كل مباراه دوليه او كل مباراه فيها احتكاك بتضيف للاعب وبتضيف للنادي، يعني بتضيف للنادي كجمهور وكمدرب ومساعدين المدرب والطاقم الفني، اضافه للاعبين. فكل مباراه مطلوبه، كل مباراه باحتكاك مختلف مطلوبه. يمكن يا باشمهندس انت حضرتك برضو ما يهمكش برضو حته المستوى اللاعبات فقط، حضرتك بتتكلم على نظرة أشمل، الحكام المصريين مشاركتهم في البطولة، حضرتك شايفها موفقة ولا لأ؟ هل يعني شايف الموضوع ده فادهم ولا لأ؟ طبعًا طبعًا، أكيد أكيد، لأنه بيشوف لعبة، يعني بيشوف زي ما بقول لك كده، يعني خبرة جديدة، خبرة جديدة. طول ما إحنا بننظف بنحكم وبندرب في المستوى المحلي برضه هيفضل لنا مستوى معين، إنما لما بنشوف الفرقة دي بيبقى لها منظور مختلف. طب باشمهندس يعني قول لنا برضه في الكواليس، أكيد في أمور بتتناقش في الكواليس مع الاتحاد العربي، اكيد في ممثلين اكيد من الاتحاد العربي موجودين في الاتحاد الافريقي ايضا، قول لنا حاجه من الكواليس، ايه الاخبار تنظيم البطولتين اللي في شهر 3 للابطال السيدات والرجال، يعني قول لنا اخبار كواليس البطولتين دول ايه؟ لا بص انا ما عنديش اخبار في الكواليس، بس انا عايز اقول لك ان طبعا الاتحاد المصري او المصريين عامه موجودين في الاتحاد العربي وموجودين في الاتحاد الافريقي كأعضاء، يعني عندنا الدكتور فاروق عبد السلام كان رئيس الاتحاد السابق موجود عضو في الاتحاد الافريقي عضو مجلس اداره، عندنا هناء حمزه عضو في اللجنه النسائيه، عندنا احمد عبد الدايم عضو في اللجنه الفنيه بتاعت الاتحاد العربي، محمد عميد محمد فرج عضو في لجنه العلاقات العامه، فعندنا تشكيل يعني وجود مميز في الاتحاد العربي. يعني الوجود المميز ده اكيد هيساعد حضرتك اكيد في تنظيم البطولتين اللي جايين في شهر 3 دول على هيبقى على صاله النادي الاهلي. طيب حضرتك شفت مجموعه من اللاعبات البطوله دي، انت شايف ان هم ممكن يكونوا نوايا خاصه اللاعبات الصغيرين، شايفهم يكونوا نوايا لمنتخب مصر الكبير سيدات؟ طبعا طبعا، واحنا دايما بنعتمد على السن الصغير ده في المنتخب الكبير، يعني هو ده دايما هي دي النواه بتاعتنا زي ما كل مره بنعمل كل سنه. طب باشمهندس خالد يعني هل البعثات راضيه عن الاستضافه؟ هل جه لحضرتك اي شكوى بخصوص التمارين، بخصوص الاقامه، بخصوص التنقلات؟ لا لا خالص خالص، حتى احنا دايما بنديهم وقت زياده في التدريب عن الوقت المحدد للائحه، مفيش مشكله خالص قابلتنا ولا جالي اي شكوى في من يوم بدايه البطوله الحمد لله. يعني باشمهندس خالد ناصف سليم شكرا جزيلا لحضرتك، نورتني وشرفتني، كانت مداخله مهمه ان احنا نعرف من حضرتك امور كتير، وببقى سعيد انا على المستوى الشخصي بوجود حضرتك معايا، لان لقائنا الاخير